أهلا بكم. توقع عضو مجلس النواب عز الدين الدولة حدوث تغيير مهم وجوهري في الخارطة السياسية المقبلة بالرغم من مرور العراق بمأزق أمني، وأشار الدولة إلى وجود توجس وإعداد مسبق للانتخابات المقبلة لأن أغلب الكتل مقتنعة بأن الخارطة السياسية القادمة لا يمكن أن تكون مثل الخارطة الحالية، وهذا ما يؤكد حدوث تغيير مهم. في إطار الائتلافات السياسية، أعلن النائب عزة الشهبندر انضمامه رسميا إلى ائتلاف دولة القانون لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. كما أكد الشهبندر أن تواجهات كتلة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها الرئيس رئيس الوزراء نوري المالكي تتوافق وتوجهاته الشخصية، الأمر الذي انعكس على قرار انضمامه للكتلة. يذكر أن الشهبندر ومعه عدد من النواب كانوا قد أعلنوا خروجهم من القائمة العراقية التي يرأسها الدكتور أياد علاوي. جدد الائتلاف الوطني العراقي مطالبته باستدعاء رئيس الوزراء السيد نوري المالكي إلى جلسة استثنائية خاصة لمجلس النواب للوقوف على أسباب التدهور الأمني. وأكد النائب قاسم داود في مؤتمر صحفي على ضرورة استدعاء قائد عمليات بغداد للوقوف على الأسباب التي أدت إلى حصول خروقات أمنية أخيرة، داعيا مجلس النواب إلى إلغاء العطل واستثمار الوقت المتبقي من عمر البرلمان لتشريع القوانين المعطلة. حمل أمين بغداد صابر العيساوي قيادة عمليات بغداد مسؤولية الزحامات في الشوارع والتي أسهمت من جهتها في الحيلولة دون قيام دوائر أمانة بغداد بتقديم خدمتها. إلى ذلك قدم اللواء قاسم عطا اعتذاره للمواطنين بسبب الزحامات الناجمة عن تشديد الإجراءات التي تنفذها الأجهزة الأمنية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إغلاق الطرق جاء بسبب احترازات أمنية مؤقتة. أكد النائب عمار طعمة أن ذهاب مجلس النواب إلى التصويت على قانون الانتخاب أو الانتخابات من دون اتفاق مسبق سيعرض القانون إلى الاصطدام بفيتو رئاسي. وأضاف طعمة أن الخيار الآخر لدى المجلس هو اعتماد الحوار من أجل الوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف السياسية، مشيرا إلى أن هناك مقترحات عديدة قدمت إلى مجلس النواب الذي لم يصل حتى الآن إلى أي اتفاق حولها.